الخبير القانوني حيدر الصوفي حضر الجلسة وقال ليو تي في إن قرار المحكمة الاتحادية لم يلزم أقليم كردستان بتسديد الإيرادات النفطية المستحصلة بعد عام 2012، لأن الدعوى القضائية حصلت في ذلك التاريخ وليس بعده. تضمنت المحكمة الاتحادية اليوم قرارها بناء على عدم دستورية الانتاج النفطي والبيع النفط وعدم دستورية الاستئثار بإيراد النفطي على حكومة اقليم كردستان، والزام حكومة اقليم كردستان بفقرة حكمية بالقرار بتسديد جميع الايرادات النفطية التي استحصلتها من عام 2004 بدء الانتاج النفطي، وعام 2004 او عام 2005 عام 2004 بدء الانتاج النفطي من عام 2004 لعام 2012، لأن المطالبة القضائية حصلت في عام 2012، والمحكمة الاتحادية كقضاء ملزمة بموجب قانون المرافعات أن تصدر قرارها على بناء على المطالبة.